هذا الشهر صراحة نقدر نحكي العنوان الأبرز له هو منخفضات خماسينية مبكرة تفرض تقلبات حادة على الطقس ما بين ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة متبوعة بكتل هوائية باردة وأمطار. يعني لعل هذا هو العنوان الأبرز اللي لهذا الشهر، بأن هناك منخفضات خماسينية مبكرة. كلمة مبكرة، راح نشهد منخفض خماسيني مبكر خلال 10 أيام. يعني إحنا بنحكي، إذا سمعنا أستاذنا جمال الموسى قال إنه أحيانا فترة هي فترة الخماسين ب21 الشهر، نعم لكن نتوقع أن يكون أول منخفض خماسيني لهذا العام في 10 الشهر، 10 تقريبا، فترة 10 و11 من شهر 3. فهذا راح يكون أول منخفض جوي خماسيني متوقع، فبالتالي نتوقع أن هناك منخفضات خماسينية مبكرة تفرض تقلبات حادة على الطقس. شو يعني تقلبات حادة؟ نتوقع أنه يكون في عندنا أسامة ارتفاعات مميزة على درجات الحرارة، ترتفع بها درجات الحرارة إلى مستويات عشرينية أو ربعية نقدر نسميها، لكن هذا الارتفاع درجات الحرارة لا يعني انتهاء فصل الشتاء، على العكس تماما، راح يكون الأمر متبوع بكتل هوائية باردة ورطبة وعودة لفصل الشتاء بشكل عام. نعم.